بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس، مرحبا بكل المعجبين بهذه القناة، قناة أحمر كونسوليداسيون، التي دائما تتمنى لكم النجاح في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي تقدم إليكم دائما ما تحتاجونه من دعم ومن دروس، خاصة باللغة الفرنسية وكذلك الرياضيات باللغة الفرنسية. قناة الحمر كونسوليداسيون التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم مزيد من التشجيع لكم واللايك لكم والكومنتير، كما أطلب منكم البارتاج ديال هذه الفيديوهات لكي تعم الفائدة ولكي تشجعوننا دائما على المزيد من العطاء. وشكرا، شكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très, très, très bien. Comme d'habitude, ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter toujours une autre ou bien une nouvelle leçon de mathématiques. La leçon de mathématiques d'aujourd'hui, elle est destinée aux écoliers et aux écolières de la 5e année enseignement primaire, CM2. Nouvelle formule pour les écoliers, pour les élèves dans une école privée. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques CM2, 5e année enseignement primaire, évaluation. Évaluation semestrielle 1, la suite. J'ai déjà présenté la première page. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième page. Ça veut dire la page 40e. Hein? Alors, grand 1, géométrie. Alors, les objectifs. Les apprentissages de la géométrie. Exercice numéro 10. On est arrêté à l'exercice numéro 10. Construire des triangles connaissant certains éléments de base. Il y a une charte, une charte, une charte, une charte, une charte, une charte, les éléments de base, une charte, une charte, une charte. Série 11. Construire un parallélogramme et déterminer son périmètre. Il y a là. بناء او انشاء مضلع مع تحديد تحديد المحيط ديالو. 10 اذا هنا غادي نبداو، اذا هادو هما الاهداف، جوج ديال الاهداف اللي عندنا في لا جيومتري. دونك اون فاسي على الاكزارسيس، الاكزارسيس نيميرو 10. تراس لو تريونغل ABC، AB ايكال 8 سنتيمتر، لونغل A ايكال 45 دو كور سوسيس. ABC égale 7 cm. بمعنى أرسون مثلث اسمه ABC. AB دال AB طول ديالو 100 سنتيمتر، الزاوية A 45 درجة، ودال BC 7 سنتيمتر. إذا غادي نحاولوا بصبرة أخرى إن شاء الله باش غادي نرسموا هذا المثلث حسب المعطيات اللي تعطيونا في التمرين. إذا أتابع الشرح، قلنا غادي ناخدو ضلع أبي عبارة في 8 سنتيمتر، المسطرة من هنا، من هنا 8 سنتيمتر، ثم عبرنا الزاوية أ اللي فيها 45 درجة، ثم مددنا هذا الخط ورسمنا 7 سنتيمتر، رسمنا 7 سنتيمتر. إذا 7 سنتيمتر هي بالنسبة لي أنا هي هذه 7 سنتيمتر. إذا عندنا هنا نقطة السي، إذا عندنا هنا هذا 45، هذا الضلع فيه 7 وهذا الضلع فيه 8، الزاوية أ فيها 45. Termine la construction de ce parallélogramme et calcule son périmètre. Le périmètre de l'angle est le résultat de l'angle. L'angle de l'angle est le mustaqim. Le mustaqim est le tour de l'angle, le juge. Ou le tour de l'angle, le juge, 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 le
اوبجيكتيف ديال الابرونتيزاج، عندنا ثلاثة ديال التمارين، وكل تمرين عنده الهدف ديالو. دوز كونفيرسيغ دي زونيتي دو لونغور ايدير، تحويل واحد زونيتي وحدات الطول والمساحة. رونجي اي ميزوري دي ماس، رتب وقياس الكتل. راه 14 كونفيرسيون لي زونيتي دو طول، تحويل وحدات زمنية. اديسيوني اي سوستغيغ دي ديوري، إذن هنا جمع مصطلح لا ديوري المدة الزمنية. إذا نبداو التمرين عندنا 12 كومبليت، عندنا 50.5 كيلومتر، بينا نلعبوها على المتر. إذا عندي هنا 50 كيلومتر، غنكتب 5 في الهكتومتر، هاهي، ونكتب الصفر في الديكامتر، ونكتب الصفر في المتر، إذا بغات تعطيني 50500 متر. ثم عندي 70 هكتومتر مربع، غادي نكتب 70 هكتومتر مربع، لأن الخانة فيها جوج خانات. شنو غنزيد؟ غادي نزيد جوج أصفار ديال الديكامتر، غتولي عندي 7000 ديكامتر مربع. 993 متر كنحولها للهكتومتر، إذا غادي نكتب 3 في المتر، و 9 في الديكامتر، و 9 في الهكتومتر، غتعطيني 9.93 هكتومتر. 820 متر مربع كنحولها للديكامتر مربع، غادي نكتب 20 في المتر مربع، و 8 غادي نكتبها في الديكامتر مربع، غتعطيني 8.20 ديكامتر مربع. إذا هنا بلا ما نستعملو الجدول، غادي نستعملو الدي ديالنا باش غادي نقومو بعملية التحويل، لأن حنا عارفين الجدول اللي حاطينو. نتقلو للتمرين رقم 13، روج سي ماس دون دوك الكرواسون. إذا هنا رتب هادي الكتل من الأصغر إلى الأكبر، عندنا 70 كيلوغرام، 9500 غرام، 1 كيلوغرام، 58 ديكاغرام. راه ميمكنليش نرتب هاد الكتل وعندهم الوحدات مختلفة، راه ميمكنليش نرتب كيلوغرام مع كيلوغرام، إذا غادي نحولهم إلى وحدة واحدة، جو دوا كونفيرسيغ لي ماس أو أون سول أونيتي، نحولهم إلى وحدة واحدة. شنو غادي نحولهم للكيلوغرام؟ عندنا 70 كيلوغرام غتبقى 70 كيلوغرام، 9500 غرام غتعطينا غرام ديكاغرام للكيلوغرام 95، 1 كيلوغرام غتعطيني 10 كيلوغرام، 8580 ديكاغرام غتعطيني 58 كيلوغرام. الآن عندهم نفس الوحدة، غادي نرتبهم، الأصغر 10 كيلوغرام هي، 58 كيلوغرام هي، 70 كيلوغرام هي، 95 كيلوغرام. دابا غادي نحولهم بالقياس ديالهم الأول، شكون هي 10 كيلوغرام؟ هي 1 كيلوغرام، شكون هي 58 كيلوغرام؟ هي 580 ديكاغرام، شكون هي 70 كيلوغرام؟ هي 70 كيلوغرام، شكون هي 9500 غرام؟ هي 95، شكون هي 95 كيلوغرام؟ هي 9500. إذا دابا تنسمى راني رتبت هاد القياسات بعد ما حولتهم إلى وحدة واحدة. 14 كونفيرسي بمعنى حول، 4 ساعات و15 دقيقة شحال فيها من ثانية من دقيقة؟ إذا عندي 4 ساعات، كل ساعة فيها 60 دقيقة، إذا 4 مضروبة في 60، لأن دقيقة ساعة فيها 60 دقيقة، إذا 60 هي 64، دونك 4 مضروبة في 60 زائد 15، 4 مضروبة في 60 غتعطيني 240 زائد 15 هي 255، إذا الجواب هو 255 دقيقة. عندنا هنا 2 دقائق و30 ثانية، 2 دقائق شحال فيها من ثانية؟ فيها 60 ثانية، غادي ندير 2 مضروبة في 60 زائد 30 هي 120 زائد 30 هي 150، 190 ثانية. هنا كنحول الدقائق، خصنا ندير عملية القسمة، غادي نقسم على 60، 190 مقسومة على 60 شحال فيها من 60؟ فيها 3، 3 في 60 180، 190 ناقص 180 غتبقى لي 10 ديال الثواني، إذا 3 دقائق و10 ديال الثواني. واحد الساعة فيها 60 دقيقة، و 60 دقيقة شحال فيها من ثانية؟ فيها 60 مضروبة في 60 هي 3600، إذا واحد الساعة فيها 3600 ثانية، يعني 60 مضروبة في 60، 15 بوز لي كالكول، ضع العملية وأحسب، إذا 17 الساعة 8 دقائق ناقص 9 الساعة 55 دقيقة. ثم عندي 23 دقيقة 36 ثانية زائد 16 دقيقة زائد 45 ثانية، إذا هنا ضع ونجز، بمعنى ضع العملية ديال المدة الزمنية ثم أنجزها، ضع وحسب، إذا غادي نضع العملية ونحسبها ونعطينا النتيجة، إذا غنتقل نحسب وراني هي أضع العملية.
إذا قطع العمليات عندنا 23 دقيقة و 36 ثانية زائد 19 دقيقة و 45 ثانية. إذا غادي نجمع الثواني 6 زائد 5 11، احسب لي واحد 4 زائد 4 8 قدام 81 ثانية، 9 زائد 3 12 احسب لي واحد هي 4، إذا عندي 42 دقيقة و 81 ثانية. أشنو تلاحظ هنا؟ تلاحظ بأن 81 أكثر من 60، إذا غادي نحولها إلى الدفعة طيب غادي نقص منها 60. شحال غتبقى لي؟ غتبقى لي 21 ثانية، وديك 60 غادي نحولها لهنا غتولي عندي 43. ها 81 ثانية فيها دقيقة فيها 60 ثانية اللي هي تعطينا دقيقة، إذا فيها دقيقة وحدة غنزيدها 42 غتولي 43، وغتبقى لي هنا 21 ثانية. إذا غادي نكتبها هنا 43 دقيقة 21 ثانية. العملية ديال الطرح 17 دقيقة 08 أو 8 ديال الثواني ناقص 9 دقائق 55. إذا غادي ندير الثواني مع الثواني والدقائق، إذا 8 ناقص 55 ما يمكنش. إذا غادي نسلف هنا واحد الساعة غتبقى ليا 16، ديك الساعة غادي نحولها هنا 60، 60 زائد 8 غادي تعطيني 68. إذا ساعة غادي نسلف ساعة هي 60 دقيقة زائد 8 غتعطيني 68، وهاد الساعة نقصها هنا غتبقى لي 16. 68 ناقص 55 الآن ممكن، 8 ناقص 5 3، 6 ناقص 5 1، إذا غتبقى لي 13 ثانية، 16 ناقص 9 غتبقى لي 7، إذا الجواب هو 1. إذا غادي نكتبو هنا 7 ديال الدقائق 13 ثانية، إذا هذه عملية ديال الطرح وعملية ديال زايد ديال المدد الزمني. غير الطرح أورغانيزاسيون دو تريتمون دو بوز، إذا هنا نديمو معالجة المعطيات، أوبجيكتيف دو لابونتي، إذا شنو هو الهدف؟ الهدف ديال لوجيسيف دو لابرونتيزر عندنا غير 16 واحد، إذا أن لوجيسيف واحد دو لابرونتيزر أورغانيزي بريزونتي دي دوني دوسوغرافيك، إذا هنا تنظيم وتقديم واحد المعطيات واحد جرافيك واحد رسم به بروبليم. لو ديريكتور دون سيوري، سيوري هي واحد المكازان اللي نقطعو فيها الخشب، المكان الذي نقطعو فيه الخشب بالآلة، بالآلة الكهربائية. أنوتي لا كونتيتي دو بوا ستير، لا كونتيتي دو بوا عندنا قياس الطن المتر، قياس الكتلة الجرام، قياس السعة المتر، والقياس ديال لو بوا هو لو ستير، وحدة أساسية نقيس بها لو بوا، بمعنى تساوي واحد متر كوب، أن متر كوب، عندما تكون واحد ستير بمعنى واحد متر كوب. إذا شنو كيسكي لانوتي، ماذا سجلت هاد لاسيوري؟ هاد المكازا ديال قطع الخشب ديال بانيفغي سات سومين، إذا خلال أسبوع عندنا لو شي اللي هو البلو شجرة البلو ب 40 ستار بمعنى 40 متر مكعب، لو سيدر هو الأف 32 ستار، لو بان هو ذاك لو بان العربية 28 ستار، غادي نشكرو غادي نميزو، ثم الأرجاني الأرجاني هي شجرة الأرجان 35 ستار. الصنوبر، إذا لو بان هو راس الصنوبر ديال عندنا شجرة البلوط، ثم الأس، ثم شجرة الصنوبر، ثم الأرجاني شجرة الأرجان. إذا هاد المعطيات هادو غادي نرسمهم في الجدول، ونرسمو واحد الرسم بياني على السبورة الأخرى. إذا كومبليت دو طابلو بي تراس جرافيك، إذا عندنا ليزار، الأشجار، ليستير، بمعنى قياس الخشب بالمتر مكعب، واحد متر مكعب. إذا بالنسبة لو شيل عندنا 40 متر مكعب، 40 ستار، لو سيدر عندنا 32 متر مكعب، 32 ستار، لو بان 28 ستار، 35 فلاغاف. إذا غادي نحولو نرسموهم على نرسموهم في هاد الدولة. إذا هذا هو لو شيما جرافيك، عندنا صفر هنا، عندنا هنا 10، عندنا هنا 20، 30، ثم 40، ثم 50، ثم عندنا هنا الأشجار، أسماء الأشجار، عندنا لو شين، لو سيدر، لو بان، لارجاني، إكسيتيرا. إذا عندنا بالنسبة للشين عندنا 40 ها هو، إذا عندنا 40 هاي، يعني. بالنسبة لو سيدر عندنا 32 ها هي، 30 ها هي، 32 هنا، 32 هنا. بالنسبة لو بان عندنا 28، 28 ها هي، 28. ثم لارجاني عندنا فيه، شحال عندنا فيه؟ عندنا فيه 8 و
35 30 النصف ديالنا 35 النصف ديالنا 40 ولا 30 النصف ديالنا. اذا هذا هو الرسم الميدياني ديال هذا الجذور ديال الاشجار ديال لو سيلف نو با اورغاني نقطعهم انك نقطعهم في ذاك الناسيوال. اذا الى هنا نكون قد انهيت هذا الدرس. اتمنى ان تكونوا قد استوعبتم مفهوم هذه التمارين اللي هي عباره عن تقييم ديال الدوره الاولى من السنه الدراسيه. اتمنى لكم التوفيق والى درس اخر ان شاء الله.